رح نروح هيدا هلا للجزائر مشاهدينا، ومظاهرات طلابيه المستمره بالجزائر. يتنحى وقاع هي كلمه جزائريه عم نسمعها باحتجاجات الجزائر مؤخرا وكثير، وصارت ايضا واحده من ترندات تويتر الدائمه بالفتره الاخيره. هي الكلمه اللي اطلقها شاب جزائري على شاشه قناه فضائيه اصبحت علامه مميزه ودائمه بالاحتجاجات الجزائريه، وبيرددها المحتجون بكل تظاهره. خلونا نشوف بعض المظاهرات يلي انطلقت بالجزائر. طبعا هدول طلاب جزائريين لساتهم مستمرين بالاحتجاجات. خلينا نتابع هالفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا. طبعا مشاهدينا، شو معنى يتنحى وقاع اللي طبعا كانت ترند على تويتر والسوشيال ميديا؟ المعنى هو يرحلوا جميعا، بإشارة للنظام الحاكم بالجزائر والشعب الجزائري هو رافض بقائه او وجوده او وجود اي احد من رموزه بالحكم. وخلال بحثنا عن معنى الكلمة وجدنا صحفي جزائري شرح معنى الكلمة باللغة العربية، وكتب الصحفي حمزة تباه على الفيسبوك تأصيل علمي للعبارة المطلوبة أو العبالة اللي عم يقولوها المطالب الجزائريين، وهي الأيقونة هاشتاغ يتنحى وقاع. هي من الكلمة العربية قاع أي أقصى عمق الشيء، واستعيرت الكلمة للتعبير عن الكلية بمعنى كل شيء وصولا حتى القاع، وطبعا تنطق القاف مثل الجيم المصرية، وهي من مرادفات الكلمة أيضا كامل الكل، فهي بمعنى يتنحى وقاع يعني يروحوا يرحلوا جميعا. طيب كمان جملة يتنحى وقاع كانت صارت أغنية على السوشيال ميديا واندشرت بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا. خلينا نسمع شوي من هالأغنية اللي انتشرت على السوشيال ميديا من يتنحى وقاع واللي تداولت بكثرة وخاصة على يوتيوب. ما نعرفش عربية داروك داروك بيو وحدوخر نحو بيا داروك بيو وحدوخر ما نعرفش عربية داروك داروك بيو وحدوخر نحو بيا داروك بيو وحدوخر شكرا عفوا 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 داروك بيو وحدوخر عفوا 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 شكرا عفوا 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 ما نعرفش عربية بيو نحو قاع ما نعرفش عربية داروك داروك بيو وحدوخر نحو بيا داروك بيو وحدوخر ما نعرفش عربية داروك داروك بيو وحدوخر نحو بيا داروك بيو وحدوخر